انشاء شوارع خدميه من تقاطع الزراعي الى تقاطع الجسر الرابع. شو وقت باشرتوا بالعمل؟ اول البارح. العمل حاليا متوقف بسبب العوارض، كيبل مال كهرباء. كيبل كهرباء موجود ضمن عملكم؟ نعم. حاليا توقفتوا؟ حاليا متوقفين. بالنسبه للشارع ايش قد طوله؟ يعني عندك مثلا البدايه مالتكم منين كانت؟ من بدايه التقاطع مال الزراعي الى تقاطع الجسر الرابع. شارع خدمي. شارع خدمي على الجهتين. شو يفيد هذا الشارع الخدمي؟ يفيد المنطقه؟ والله يفيد، يقلل زخم السيارات، هاي المطاعم، الحركه، دخول على المنطقه، اكو مداخل كثيره على المنطقه. حاليا العمال ليش يسوون؟ يسحبون المي ليش؟ عندنا بواري مكسره. شوكم تبليغ بعدين بالاستمرار بالعمل؟ هلا يبلغونا باستمرار العمل حتى نبدي نشتغل مرتنا. زين الكيبل وينه؟ الكيبل موجود هنا. موجود بالمنطقة؟ ايه. زين بلغت دارة الكهرباء؟ بلغناهم نعم. والله بعد ما رجعنا الخبر. حاليا؟ متوقفين عن العمل.